للوقوف على التطورات الميدانية في مدينة الباب ينضم إلينا من إدلب إبراهيم الإدلبي المستشار الإعلامي لفصائل الجيش الحر في الشمال السوري. أهلا بك معنا سيد إبراهيم. إذن لليوم الثاني على التوالي توغل لفصائل المعارضة في مناطق عدة في مدينة الباب بحلب، ما هي آخر التطورات الميدانية في سير المعارك حتى اللحظة؟ نعم، أهلا وسهلا بك وبجميع المشاهدين. في بداية الأمر دعينا نتحدث عن تمكن الجيش الحر من اغتنام دبابتين من هذا التنظيم، طبعا من المحور الشمالي الغربي لمدينة الباب، بعد أن تمكن الجيش الحر من التوغل باتجاه دوار مدينة الباب وتثبيت النقطة العسكرية الثانية تحت سيطرته من المحور الشمالي الغربي لمدينة الباب. إضافة إلى ذلك تمكن الجيش الحر من تدمير 4 دبابات توزعت على دبابة من المحور الشمالي الغربي ودبابة أخرى من المحور الجنوبي الشرقي لمدينة الباب في النقطة العسكرية الأولى ضمن التصنيف العسكري لعملية درع الفرات. عناوة عن ذلك، هناك قتلى من عناصر هذا التنظيم في المعارك الدائرة على المحورين، لأن الجيش الحر اقتحم المدينة حقيقة من محورين لمدينة الباب، طبعا أخذا بعين الاعتبار الاشتباك عن قرب وتحييد المدنيين في معركة هذه. حاول التنظيم أيضا تسيير عربة مفخخة من أجل استهداف الجيش الحر وأيضا المدنيين في النقطة العسكرية الثانية التي دارت فيها اشتباكات بالقرب من الدوار في منطقة الدوار تحديدا في مدينة الباب. تمكنت كتائب الهندسة التابعة للجيش الحر من طبعا تعطيل هذه المفخخة وقتل السائق الذي كان يريد تفجير المفخخة بتجمعات الجيش الحر والمدنيين الذي كان يحاول الجيش الحر إخراجه من النقطة العسكرية الأولى، لأنها أصبحت آمنة أكثر أمنا من النقطة العسكرية الثانية داخل مدينة الباب. أيضا حاول التنظيم تسيير طيارات سيارات استطلاع مزودة بكاميرات من أجل رصد تحركات الجيش الحر في المنطقة، إلا أن الجيش الحر تمكن من إسقاط طائرة استطلاع البارحة، وإضافة إلى ذلك تمكن من إسقاط طائرة استطلاع اليوم. كان التنظيم يحاول رصد تحركاته من خلال الكاميرات المثبتة عليها، إضافة إلى ذلك تمكن الجيش الحر أيضا من استغلال هذا العامل. وأيضا سيد إبراهيم، ما هي الصعوبات التي تواجهونها لوجستيا وميدانيا أيضا على أرض معركة التحرير؟ على المستوى اللوجستي، طبعا من خلال الاشتباك عن قرب تمكن التنظيم من تحييد الأسلحة الثقيلة وأيضا الغارات الجوية وقذائف المدفعية، لأن المدنيين كان التنظيم يضعهم كدروع بشرية. طبعا غرفة عمليات درع الفرات أخذت بعين الاعتبار هذا الأمر، فقامت بإلقاء عمليات القصف الجوي والمدفعي لمناطق التنظيم بالقرب من التجمعات المدنية. هذا ما يعيق حركة الجيش الحر حقيقة داخل مدينة الباب. إضافة إلى ذلك نتحدث أيضا عن المعدات المتوسطة، أي الأسلحة المتوسطة هي التي تخلق الفارق بعملية الاقتحام مدينة الباب والتوغل ضمن الأحياء. التنظيم قام بعد أن وضع المدنيين كدروع بشرية، تمكن حقيقة من تجميد أكثر من 30% من قوة الجيش الحر والفصائل الأخرى المتواجدة في المحورين من مدينة الباب، وذلك من تجميد الأسلحة الثقيلة. أيضا هناك الطبيعة الجغرافية للمدينة، فأغلب المقاتلين من الجيش الحر هم من إدلب وريفها، انتقلوا إلى المنطقة من أجل سيد إبراهيم الإدلبي، أنا أشكرك على كل هذه المعلومات. كنت معنا من إدلب المستشار الإعلامي لفصائل الجيش الحر في الشمال السوري.